السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد ترحيب، ورحب أيضا بالمستمعين الكرام عبر تردد 97 FM. وفي أبرز عناوين حلقة اليوم: الإعلان عن إطلاق معرض صنع في قطر في دولة الكويت الشقيقة. كتارا تكرم الفائزين في مسابقة التصوير الضوئي التي واكبت مهرجان المحامل التقليدية. بتنظيم غرفة قطر وبشراكة استراتيجية مع بنك قطر للتنمية، ينطلق معرض صنع في قطر في فبراير المقبل بدولة الكويت الشقيقة. أعلنت غرفة قطر من خلال مؤتمر صحفي عن تنظيمها النسخة الثالثة خارجياً من معرض صنع في قطر في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 19 إلى 22 من فبراير المقبل، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبشراكة استراتيجية من بنك قطر للتنمية، استناداً لعدد من العوامل منها العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين دولة قطر ودولة الكويت، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والتجاري المميز الذي يربط بين البلدين والعلاقات التجارية المتميزة بين القطاع الخاص في كل من قطر والكويت، فضلاً عن الرغبة في تعزيز هذه العلاقات لتصل إلى مستويات أعلى بما يدعم حركة التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ نحو 1,500,000,000 ريال قطري. وقد تم توقيع عقد الرعاية الاستراتيجية للمعرض بين غرفة قطر وبنك قطر للتنمية، يشارك بموجبها بنك قطر للتنمية كراع استراتيجي للمعرض صنع في قطر 2020. احنا هدفنا في دور بنك قطر التنمية هو تنمية الصادرات القطرية ايضا لدول عالمية، وهذا استكمالا لما نقوم به في وكالة التصدير في بنك قطر التنمية بنقل المنتج القطري المحلي الى الاسواق العالمية. ويهدف المعرض إلى عرض الصناعة الوطنية والترويج لها خارجياً، كما يتيح الفرصة للعارضين والمصنعين للالتقاء بنظرائهم الكويتيين والتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز الصناعة القطرية. تعمل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية على مشروع إلكتروني لتسهيل الحصول على تصاريح استخدام مواقف ذوي الإعاقة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات لذوي الإعاقة. المزيد عن المشروع يسعدنا أن يكون معنا هنا في الاستديو النقيب زمل الشمري، رئيس قسم تراخيص المهن والتصاريح بالإدارة العامة للمرور. مرحبا بك مثلا النقيب زمل، نورنا في هذا الاستديو. الله يرحب بك، طول عمرك، مشكور على الاستضافة، ويشرفنا بإدارة عامة المرور التعاون مع جميع الجهات في توفير خدمات لكل من يرتاد الطريق. كما عودونا دائما يعني الإدارة العامة المرور في الشراكة المجتمعية وأيضا عبر تواصلهم مع وسائل الإعلام كافة. ننتقل إلى مشروع الإلكتروني للحصول على تصاريح استخدام مواقف ذوي الإعاقة. ممكن لو نقيب زمان تشرح لنا ما معنى تسهيل الموقع الإلكتروني لمواقف ذوي الإعاقة؟ اولا دشنت الإدارة العامة للمرور خدمه تقديم على طلبات تصاريح مواقف ذوي الاعاقه عن طريق الموقع الالكتروني للوزاره وعن طريق مطرشته. في السابق كان معمول به تقديم الطلبات كان مانوال يدوي بطريقه حضور المراجع للإدارة العامة للمرور المبنى الرئيسي وتقديم خدمه يدويا. الان تطورت الخدمه وصار سبيل لجميع المراجعين المواطنين والمقيمين تقديم الخدمة عن طريق مطرشته أو عن طريق موقع إلكتروني الوزارة. الخدمة هذه خاصة في الحصول على موقف ذوي الإعاقة. الموقف له أسس وآلية عمل تقوم بها الإدارة العامة للمرور لمنح الإخوان من ذوي الإعاقة المواقف لتسهيل عليه بدخول وخروج. نعم، لو نتكلم نقيب يعني الراغبين اللي يحصلون على تصريح ذوي الإعاقة، ما هي الآلية المقدمة لتقديم هذا التصريح؟ أولا خلنا ناخذ أول شيء في تقديم سابقا يدويا كيف كان،
والآن التقديم الإلكتروني كيف سيكون؟ في السابق كان عن طريق الطريقة اليدوية، أنه يقدم أوراق ما يثبت أنه من ذوي الإعاقة للحصول على التصريح. رائد إدارة عام المرور وضع آلية للتعاون مع إدارة الخدمات الطبية كجهة استشارية من الناحية الطبية. إدارة عام المرور تستقبل طلب مرفق مع الطلب صورة من التقرير الطبي عن حالة الشخص للتأكد من مدى أهليته للحركة ومدى استحقاقه من استعمال موقف معقد أو لا. حاليا تغيرت النظام، الإجراء حاليا نستقبل الطلب بشكل يومي من عام المرور من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. الإجراءات صورة من بطاقة شخصية لصاحب التصريح، وصورة من رخصة القيادة قادم مركبة، وصورة من ملكية المركبة اللي يستخدمها، مرفق مع طلب الأساسي له تقرير طبي عن الحالة. هل التقرير الطبي يعني يلتزم في مؤسسات طبية معينة معتمدة لدى الدولة، أو أنه ممكن يأخذ مثلا في مستشفيات خاصة؟ تم الاتفاق مع الأخوان في المؤسسات الطبية في الدولة مثل مستشفى حمد ووزارة الصحة وأخوان في سدرة ومستشفى الرميل وجميع الجهات الحكومية أن يوفرون لنا تقرير طبي عن حالة الشخص، نتأكد فيها هل مدى الشخص في الحركة صعب، هل هو مذوي مقعد على مذوي الإعاقة على كرسي متحرك، أم أنه من الأشخاص اللي يصعب عليه التحرك لمسافة 50 متر يحتاج موقف قريب من المبنى. بالنسبة للإدارة العامة المرور، يعني ما هي الإجراء أو المعيار اللي ممكن تعطون منه مواقف ذوي الإعاقة؟ هل يشترط مثلا أنه يكون إعاقة مثلا دائمة وطويلة الأمد، يعني مثل ما ذكرت أنه لازم يكون على كرسي متحرك، أو أنها تكون مثلا إعاقة ذهنية أو جسدية، أو يعني الحالات اللي يتم إعطاها لهذا التصريح ما هي؟ نعطي حالتين، حالة الأشخاص المقعدين إعاقة دائمة على كرسي متحرك، والأشخاص الغير قادرين على الحركة أو صعوبة الحركة لديهم مثل مسافة 50 متر. تقييمها عن طريق استشارة طبية عندنا من إدارة عامة الخدمات الطبية. الأخوان في اللجنة الطبية عندنا متعاونين جدا في من ناحية الاستشارة الطبية، نستشيرهم في الحالات هل الحالة تستدعي أو لا تستدعي. في حالات نشوف في العين المجردة نقدرها تقدير حالة بدون تقرير طبي، نمنع شخص تصريح. في حالات مثلا جانا شخص مقعد على ويلتشير وحالته واضحة، أو لا سمح الله عنده بتر أو عندها الأمور هذه، فهذه حالة يعطى تصريح مباشرة دون طلب عليه تقرير طبي، مثل هذا يعتبر إعاقة دائمة. في إعاقات مؤقتة اللي هم فترة محددة تحددها عندنا الاستشاري الطبيين، مثل الكسور المؤقتة، العمليات، العمليات الرباط الصليبي وما أدراك الأمور، مثل العمليات اللي مؤقتة ممكن تكون شهر شهرين إلى 6 شهور. زمل نقيب زمل، يعني كم ياخذ تقريبا المده الزمنيه بالنسبه لاصدار تصريح المواقف ذوي الاعاقه؟ نذكر انا دائما احط المقارنه بين التصريح قبل هذا التطبيق او قبل هذه الشروط او التسجيل الالكتروني وما بعد التسجيل الالكتروني، كم ياخذ تقريبا مده زمنيه الى حين استكمال الطلب واستكمال الاجراءات الى اصدار موافقه لمواقف ذوي الاعاقه؟ احنا في اداره المرور نستقبل في الاسبوع الواحد اكثر من 50 طلب. كعرضها على استشاريين الخدمات الطبية يعني تأخذ معنا إجراءات من 2 إلى 3 أيام عمل. الإجراءات هذه إلا في حالات الواضحة في حضور الشخص ذوي الإعاقة، إذا كان ذوي الإعاقة على كرسي متحرك لا نعطيه في نفس الوقت، إذا كانت حالته واضحة أو كبير سن يعطى بنفس الوقت إذا شاف شفناه في العين المجردة. إدارة عام المرور دائما تحاول تسهل الإجراء على المراجعين، والدولة مهتمة اهتمام كامل بالأخوان ذوي الإعاقة، وعشان نكون سويين في منح تصريح أشخاص يحتاجون التصريح بشكل جدي عن أشخاص الذي يعني يحاولون يستخدمون تصريح استعمال سيء. نعم، هذه المشكلة الرئيسية عندنا في المرور، أن صار في استغلال سيء، بعض الأخوان يقدم تصريح باسم شخص آخر، باسم أحد الأقرباء من الدرجة الأولى، الأم أو الأخ أو الابن، لاستخدامها شخصي. راح نذكر هذه النقطة بالذات اللي نقيب زمان، لكن قبل ما نطرق هذه النقطة نبغي نتكلم، هل المعاملة اليدوية الآن ألغيت بالنسبة لتقديم مواقف ذوي الإعاقة؟ يعني سيتم تسجيل فقط إلكترونيا، أو إلى الآن مستمرة المعاملة اليدوية والمعاملة الإلكترونية؟ لحد الحين احنا بإدارة عام المرور
وتساهلية مع المراجعين من ناحية عملية اختيارية يحب يقدمها تقديم يدوي أو تقديم إلكتروني. بالنسبة للتقديم يعني هل لا يشترط مثلا ولي الأمر اللي ذوي الإعاقة شخص ذوي الإعاقة يعني يطلع يجيب معه مثلا أوراق ثبوتية لازمة لإصدار مثلا أحد أبناء أو أخوانه أو أشخاص من الدرجة الأولى لا لا. أو أنه لازم الشخص نفسه المعاق سواء على كرسي لكن حالته الذهنية ممتازة أنه لازم مثلا يقدم هو الطلب بنفسه باسمه؟ ممكن إذا شفناه نطلب حضور الشخص شخصيا، لكن إذا تعثر الحضور عند الشخص يفوض أحد الأقرباء من الدرجة الأولى تقديم الخدمة. نقم زملاء ودي أذكر عن الحالة اللي ذكرتها أن تواجهون هذه المشكلة في إصدار تصريح بشخص باسم شخص آخر لإصدار مواقف ذوي الإعاقة، ما هو السبب الرئيسي لهذه المشكلة؟ المشكلة بعض الأخوة جزاهم الله خير يقدم الطلب مثلا باسم أحد الأبناء أو أحد الأقرباء مثلا الأب أو الأم، فيكون استعمال سيء للتصريح ويوقف موقف المعاقين والمعاق غير موجود مركبة. هذه عليها مخالفة صحيحة. من شروط استعمال التصريح الوقوف موقف ذوي الإعاقة وجود الشخص المعاق في المركبة صاحب التصريح الأساسي. إذا لم يوجد الشخص في المركبة تكون مخالفة صحيحة. يعني إذا كان مثلا عنده ستيكر أو ملصق بمواقف ذوي الإعاقة وقف شخص يمكن صاحب الإعاقة غير موجود في هذه المركبة وتم مثلا ضبطه من قبل الإدارة العامة للمرور، هل تعتبر مخالفة صحية 100%؟ من شروط استعمال التصريح وجود الشخص المعاق داخل المركبة. إذا تأكد رجل الدورية أو رجل الأمن أن الشخص المعاق غير موجود يحق للإدارة العامة للمرور مخالفة الشخص صاحب التصريح منه. نعم. نقيب زمن يعني البعض يستخدم مواقف ذوي الإعاقة يعني بحكم مثلا عنده مشوار مثلا سريع وقف مثلا في مكان معين في صيدلية في سوبر ماركت أو في أي أماكن عامة سواء حكومية أو غير حكومية، في أماكن مخصصة للمعاقين وقف فيه بحكم أنه ما راح يطول يعني دقيقتين ثلاثة بيأخذ الغرض بيطلع، هل تعتبر مثلا هذه أو هذا الوقوف مخالفة من قبل إدارة عامة المرور؟ هل المعاق موجود المركبة ولا لا؟ أنا أتكلم الحين عن شخص ما عنده أي تصريح. مخالفة صحيحة. مخالفة صحيحة غرامتها 1000 ريال، نص عليه مادة المخالفات وحجز المركبة بإدارة عامة المرور. وبالنسبة للأشخاص اللي عندهم مثلا تصريح لكن صاحب المركبة غير موجود فيها أو الشخص المعاق غير موجود في هذه المركبة تعتبر نفسها مخالفة؟ تعتبر نفسها نعم. المخالفة كيف ممكن يعني يتم السيطرة على هذا الأمر؟ يعني هنا ممكن أنتم قلتوا أن هذه مشكلة رئيسية ممكن تعانون منها، كيف أنكم توصلون مثلا التوعية للناس أن هذه المواقف خاصة بذوي الإعاقة مخصوصة لناس معينين لا يقدرون مثلا أنه يوقف في أي مكان؟ الأخوان عندنا في إدارة التوعية والثقافة المرورية جزاهم الله خير دائما ينشرون منشورات خاصة تحث مستخدم الطريق بضرورة استعمال عدم استعمال مواقف ذوي الإعاقة وضرورة وجود تصريح داخل المركبة وضرورة وجود شخص معاق داخل المركبة. ومشكلة نحاول قدر الإمكان نوعي ونثقف الجمهور الإدارة العامة للمرور من إدارة التوعية والثقافة المرورية دائما ينشرون عن طريق وسائل الإعلام عدم استعمال مواقف ذوي الإعاقة، لكن المشكلة في الثقافة العامة. نعم يعني أنتم طبعا دوريات المرور يعني تقوم بجهد جبار صراحة في جميع الفعاليات أو جميع الأماكن الموجودة مخصصة للازدحام، لكن يعني نجد من الصعب أنه مثلا وجود دوريات المرور في جميع المواقف المخصصة لذوي الإعاقة، يعني عشان يمكنكم السيطرة على هذا الموضوع، فما هي الطريقة المثلى للسيطرة على هذا الموضوع؟ هل مثلا عن طريق مثلا الكاميرات المراقبة الموجودة في المحلات مخصصة لها أماكن ذوي الإعاقة؟ يعني صعب تواجد دوريات المرورية في جميع المواقف لذوي الإعاقة. حاليا احنا في إدارة السلام المرورية بالدار عام المرور نجري عدة بحوثات مع بعض الجهات لعمل دراسة لآلية الضبط تغني عن الدورية، لأن في من ناحية وضع كاميرات عن طريق المجمعات وعن طريق بعض الجهات الحكومية أو عن طريق الكاميرات المراقبة في الطريق، لكن المشروع جاري العمل به مع دراسة مع مركز مدى والأخوان متابعين معنا الموضوع بشكل مستمر مع قسم الترخيص والتصاريح إدارة السلام المرورية. المشروع يحتاج بعض الوقت تطبيقه على كل المواقف الموجودة بالدولة. الإحصائيات مواقف المعاقين كل ما تزداد مع التطور العمراني
نحتاج بعض وقت من ناحية دراسة المشروع وتأكد من جودته. ما أهم ملامح هذا المشروع يعني نقيب زون، يعني إيش راح ممكن يخدمكم أنتم ويخدم ذوي الإعاقة؟ المشروع إن شاء الله نحاول نسعى نكون موقف إلكتروني من ناحية توجد فيه كاميرا ويسهل الطريق استعمال تصريح لمساعد الطريق. المشروع يحتاج بعض الوقت، نجري بعض الدراسات والبحوث مع بعض الجهات. نعم، أنا ودي أتطرق يعني ما هي أبرز الملاحظات اللي تلاقونها دائما من الأشخاص اللي يقدمون على التصاريح لذوي الإعاقة؟ دائما ننبه أشخاص خاصة مقدمي الطلبات أن ضرورة وجود الشخص داخل المركبة وعدم استعمال التصريح في حالة وجود الشخص، وننبه عليه نقول إذا الشخص المعاق غير موجود راح تعتبر مخالفة بالنسبة لك مخالفة صحيحة، وراح تحجز المركبة ويسحب التصريح منك. هذا في كأول تقديم له؟ تقديم، نعطيه إرشادات أول شيء قبل تقديم الخدمة. ما أبرز الإرشاد؟ ذكرت أنه يعني لازم يكون صاحب التصريح الموجود داخل المركبة. نعم، الشخص المعاق يكون داخل المركبة صاحب التصريح، وشرط يكون في عندنا حالتين، حالات السيارات العادية والسيارات المجهزة. السيارات العادية فهي على طول احنا نعطيها بإجراء إثبات ملكية المركبة مع صورة من بطاقة شخصية المريض مع صورة من رخصة قائد المركبة إذا كان المعاق يقود المركبة أو لديه ساق أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى. وعندنا السيارات المجهزة يسمح لاستعمال ساق فيها، لأن السيارة تكون مجهزة فيها الرافعة للدخول، وهذا يحتاج موقف خاص. صحيح، من ناحية المساحة، من ناحية سهولة نزول ودخول المريض. زي بالنسبة لذوي الإعاقة يعني ممكن مثلا أنه يطرش السائق لمكان معين مكان فيه مزحوم أو لغرض يعني شخصي للشخص ذوي الإعاقة، كيف يتم مثلا التعامل مع هذا الموضوع؟ هل هناك مثلا حالات يمكن استثناءها، ولا يعني ممكن يطبق المخالفة 100% على جميع الحالات اللي ذكرتها؟ المخالفة تكون صحيحة 100%، شرط رئيسي هو وجود الشخص المعاق في الموقف ذوي الإعاقة. نعم، أنا ودي أتكلم بس عن السيارات المجهزة وغير المجهزة، يعني ما الفرق مثلا بين السيارات المجهزة وغير المجهزة؟ وبالنسبة للمجهزة هل يتم تجهيزها بالأساس من داخل الدولة أو يتم مثلا يتم استيرادها من الخارج؟ كان في السابق استيراد سياراتكم من الخارج، ولكن حاليا الحمد لله مع تطور الخدمات في الوزارة وفي الدولة صارت إمكانية موجودة في الدولة سيارات مجهزة من بعض الشركات توفرها، تكون فيها الرافعة لدخول المريض المقعد على الكرسي المتحرك. حاليا هذه السيارات موجودة بتوفر الخدمة في شركة كروة من ناحية توصيل المرضى اللي ما عندهم سيارات، موجودة في الشركات الخاصة، وبعض الأفراد يملك المركبات هذه لتقديم الخدمة لذويهم من الأب أو الأم أو الأشخاص المقعدين لدي شلل نصفي أو شلل رباعي. السابق لا، في السابق كانت المسألة كانت صعبة جدا، لازم تشيل الشخص من كرسي تحطه على مقعد السيارة. حاليا العملية صارت أسهل، في بعض الحالات ما تستدعي ممكن يستطيع أنه ينزل من الكرسي ويقعد على كرسي مركبة سيت المركبة، لكن احنا نعاملهم نفس المعاملة في تقديم الخدمة. ويعتمد طبعا على حالة مثل ما ذكرنا يعني في 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 بداية الفقرة. نقيب زمل، ودي أتطرق لموضوع مثلا إصدار التصاريح بالنسبة لمواقف ذوي الإعاقة، هل هناك مثلا رسوم معينة بالنسبة لإصدار مواقف ذوي الإعاقة، ولا يتم إعفائهم من الرسوم؟ الإخوان في إدارة عام المرور من بداية إجراءات هي طبقت نظام الإعفاء كامل عن الخدمة، الخدمة مجانية للكل، الخدمة موفرة في درعا مرومة من الرئيسي بدون مقابل مادي. نعم، هل هناك أي مشاريع مستقبلية بالنسبة لي كمشروع بينكم بين مثل ما ذكرت مركز مدى، هل هناك أيضا أي مشاريع تخدم الأخوة في ذوي الإعاقة لتسهيل أيضا إصدار التراخيص وأيضا توفير المواقف لهم في أكثر من مكان؟ فيه الخدمة حاليا شغالة عليها في بعض المدارس، قدمت بعض المشاريع مشروع مثلا كاميرات خاصة في مواقف ذوي الإعاقة لرصد المخالفين اللي ما يحملون التصاريح. المشروع جاري دراسته مع بعض المدارس اللي اجتهدوا من أنفسهم وتقديم الخدمة. حاليا مشاريع بخصوص مواقف ذوي الإعاقة مشاريع بسيطة حاليا المقدمة من أفكار، لكن إدارة عام المرور اجتهد دائما نبحث عن حلول بديلة للطرق اليدوية. الله يوفقكم إن شاء الله نقيب زمل. أنا أحب أختم يعني برسالة توعوية تحب تقدمها أول شيء لأصحاب
إخواننا في ذوي الإعاقة، وأيضا الأشخاص اللي ممكن لا سمح الله يعني يوقف في مكان ذوي الإعاقة يأخذ حق غيره في هذا المواقف. كما يعرف الجميع أن الموقف هذا موقف خاص لإخواننا ذوي الإعاقة، مفروض أن الجميع نتعاون في تسهيل الخدمة لهم من ناحية عدم وقوف في الموقف ذوي الإعاقة، الشيء الثاني تسهيل الخدمة من إذا احتاجوها من إخواننا ذوي الإعاقة خاصة المقعدين على كراسي متحركة. الدرعة مرور تدعو دائما للأشخاص تجنب الوقوف بالمواقف ذوي الإعاقة بخصوص أنها مواقف خاصة وتعدي على حقوق الآخرين من ذوي الخدمة، لكن نتمنى من الإخوان، لكن الحمد لله في الفترة الأخيرة لاحظنا تعاون الجميع في عدم الوقوف وقلت المخالفات، وأيضا القانون يعني كان صارم في هذا الموضوع جداً. المخالفة وأيضا اللي هو الحجز المركبة لمدة أسبوعين. الله يعطيك العافية. يعني أنا أحب أشكر النقيب زمن الشمري رئيس قسم التراخيص المهن والتصاريح بالإدارة العامة للمرور، الله يعطيك العافية، منورنا ونشوفك إن شاء الله في لقاءات ثانية. الله يعطيك العافية، ما قصرت على اللقاء. الله يعطيك العافية، بيض الله وجهك. مشاهدينا الكرام، نذهب وإياكم إلى فاصل ونتابع بعد ما تبقى من برنامج تراحيب. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل. توجت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا الفائزين في مسابقة التصوير الضوئي، بالإضافة إلى تكريم الفنانين التشكيليين المشاركين في مهرجان كتارا التاسع للمحامل التقليدية. أقامت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة التصوير الضوئي وتكريم الفنانين التشكيليين المشاركين في فعاليات مهرجان كتارا التاسع للمحامل التقليدية خلال الفترة من 3 إلى 16 ديسمبر 2019. طبعا الهدف من هذه المسابقة هو ربط كل ما هو تراثي بكل ما هو فني. وعودنا جمهور كتارا أن خلال السنوات السابقة أن تقام المسابقة في هذا المهرجان التراثي الجميل. طبعا سعداء جدا بحجم الإقبال على هذه المسابقة والمشاركة في الفن التشكيلي، وبنفس الوقت سعداء من جمالية أو جمال اللوحات اللي شاركت معنا في الفن التشكيلي أو حتى الصور الفائزة في مسابقة التصوير. طبعا بالنسبه للمهرجان المحامل التقليديه التاسع على التوالي، احنا دائما كل سنه نشارك، اولا كحبنا للموروث هذا، وكون احنا نحب البحر يعني وربينا على الاشياء هذه، وكوني رسام فاحب اشارك في المهرجان هذا على التوالي ان شاء الله. ومن خلال المهرجان هذا طلعت بلوحه فنيه. ويهدف الحفل الذي نظمته كتارا إلى الارتقاء بالفنون الجميلة وتشجيع مشاركة الفنانين لينقلوا إلى العالم معالم ومناظر رائعة وخلابة من التراث القطري الأصيل، وتوثيق جوانب مهمة من ثقافة وطبيعة وحضارة هذا البلد المعطاء. تستعد إدارة شؤون المسرح بوزارة الثقافة والرياضة إلى تنظيم حفل توزيع جوائز ختام الموسم المسرحي 2018-2019، وذلك يوم السبت 11 من يناير الجاري، وذلك في سياق تقدير الوزارة للمبدعين عموما وأصحاب المساهمات المسرحية الثرية على وجه الخصوص. الحديث عن ختام الموسم المسرحي يطيب لنا استضافة الفنان صلاح الملا مدير مركز شؤون المسرح في وزارة الثقافة والرياضة. مرحبا بكم مسرى أبو بشرى، منورنا في هذا الاستديو. مساك الله بالخير ومشكورين يا أخوي، يعني أنا سعيد واعتز باستضافاتكم
وخاصة قناة الريان يعني لمتابعتكم الحقيقة لكل فعل ثقافي وفني إن كانت لوزارة الثقافة أو المركز أو كل مؤسسات الدولة. هذا حق حقيقة واجب. يعني لكم من كل الشكر. هذا حق وواجب أستاذ صلاح. في البداية نتكلم عن أهمية يعني هذا الحدث السنوي خاصة يعني في دورة المعنوي من غير طبعا تكريم اللي راح يكون. الحقيقة هذه يعني السنة الثانية من مشروع وزارة الثقافة والرياضة حقيقة، ألا هو التركيز على التوجه الثقافي والتوجه الفني بأن يكون قريب من المجتمع، إذن إلى وجدان المجتمع، وهذه من الأهداف ومن رؤية وزارة الثقافة والرياضة. إذن كمؤسسات تنتمي إلى هذه الوزارة نعمل كلنا مع بعض لتحقيق هذا الهدف وتجسيد المعطيات التي تساعد على تحقيق هذا الهدف. بالنسبة لمركز شؤون المسرح هذا الموسم الثاني حقيقة، وهي تجربة الأول مرة راح نخوضها بأن يكون الموسم المسرحي أو المهرجان المسرحي، هو اختلاف مسميات ولكن هو في الحقيقة مهرجان، ولكن مهرجان طويل يبدأ من بداية السنة حتى الشهر 12، إن في أوقات معينة يعني توقف فيها وتقدم فيها جميع الأعمال، لأن عندك 3 فرق مسرحية وعندك أكثر من يعني 15 مؤسسة فنية حقيقة، خلينا نقول 10 منهم فعالين في الحركة المسرحية، إذا 10 و3 أنت عندك 13 مؤسسة، وهذا عدد غير بسيط يعني على مدار السنة عدد كبير. إذا وخاصة توجه وزارة الثقافة هو التوجه نحو المنتج المسرحي، يعني إذا الفرق الأهلية ما قدمت، المؤسسات تقدم، أهم شيء لنا إحنا كمجتمع كناس آن وكلنا بأن إحنا نشوف العمل المسرحي صح. من هو المنتج يعني هذه مو بالمشكلة، ولكن في نفس الوقت مركز شؤون المسرح لا يقبل أي منتج من المؤسسات إلا بعد مرور هذه النصوص على لجنة الرقابة طبعا، وبعد ذلك على لجنة تقييم العروض الفنية ولجنة تقييم النصوص، وبعد ذلك توافق على هذه النصوص وتدخل في الموسم المسرحي. والحقيقة احنا يعني لازم، لأن احنا الآن في فترة التواصل، فيجب على المركز أن يتعاون مع الفرق ويعطيهم الفرص من غير تحديد الوقت بالضبط ونحطهم مثلا في أوقات استعصى أنهم يقدمون أو عندهم مثلا نقص في النصوص، إذن هناك في تساهيل. يوم السبت إن شاء الله هو صح مكتوب يعني حفل ختام الموسم المسرحي، والذي يكون حقيقة تحت رعاية سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، وحقيقة هو الداعم الأساسي لحركتنا الثقافية والفنية، وهو شريك أساسي الحقيقة قبل أن يكون داعم كوزير. إذن يوم السبت هو صج احتفال، ولكن أنا في رأيي يوم السبت نحتفل بإنجازنا ونبدأ ندخل في إنجاز جديد، في عطاء جديد وأبداع جديد. لأن حالة الفنان السعيدة وقت الذي يعمل فيه صحيح. لذلك يعني باسم الوزارة وباسم المركز حقيقة أتقدم بشكر جزيل لجميع مسرحينا في قطر، فرق مسرحية ومؤسسات إنتاجية الذي بذلوا هذا الجهد حقيقة، وقدمت 13 مسرحية إن كانت هي في المسابقة أو خارج المسابقة، إذن 13 عمل مسرحي استضافة مسرح قطر الوطني. ويوم السبت إن شاء الله إحنا بدأنا بمسرح الكبار في الموسم السابق، السنة هذه طبعاً أضيف في مسرح الطفل، إذن بكرة الاحتفال راح يكون بكل إبداعات وعطاءات مسرح الكبار وأيضاً بكل مكوناته مسرح الطفل طبعاً، بالإضافة طبعاً أن هناك راح يكون يعني تقدير رمزي من الوزارة ومن مركز شؤون المسرح لبعض الأفراد والكوادر التي ما زالت تعطي في الحركة المسرحية من ناحية تكريمية، وهناك حقيقة يعني تقدير شهادات رمزية من الوزارة والمركز للمؤسسات ذات العلاقة التي حقيقة عملت معنا في
18 19. أبو بشرى، يعني هذه تعتبر نسخة ثانية من بالنسبة لي من التجربة. من التجربة نبغى مقارنة سريعة يعني ما بين النسخة الأولى والنسخة الثانية اللي هي يوم السبت صراحة تكون ختامهم. ثمان مسرحيات كنا في 17 18 19 13 مسرحية. الحضور 8000 مقارنة ب 32000 السنة هذه. أعداد المخرجين الذين شاركوا ضعف أعداد الذين شاركوا في النسخة الماضية، وطبعا احنا يعني لأن السنة فيه أطفال وكبار، إذا يعني معدل الممثل القطري الممثل الواحد اشتغل فيه اكثر من عمل خلال هذه السنه، وخلال السنه الماضيه ايضا لان احنا نعرف الكوادر الفنيه او الممثلين المتميزين اعدادهم قليله ولكنهم عملوا طول السنه، يعني تلقى الممثل الواحد حتى في الجوائز ماخذ مثلا جائزه في عملين مختلفين، النواحي الفنيه تلقى في عملين مختلفين، اذا هذا دليل واضح ان كل المخرجين وكل الممثلين في قطر وجميع الكتاب عملوا في أكثر من عمل والضعف ما قدموه السنة الماضية. ما هي أبرز المسرحيات اللي ممكن ستطرح يعني من خلال هذا الاحتفال وتنافس بقوة؟ والله احنا طبعا يعني مثل ما تقول احنا مخلينها مفاجأة، ولكن يعني يعني الأبرز يعني يعني هم المسرحيات جميعها حقيقة يعني بارزة ولها صداها، ولكن لكل مسرحية عناصر متميزة. السنة هذه الحقيقة نشوف مثلا عناصر متميزة في التمثيل هم أكثر من حصدوا الجوائز. يعني هناك مثلا عدة معايير بالنسبة لكم أنتم كشؤون المسرح، أيضا كناس تقدمون هذه الجوائز، هناك معايير معينة يتم تقديرها بالنسبة لكم، يعني ما هي نوضح الصورة للمشاهد أن ترى العمل المسرحي عمل غير بسيط، هناك رسالة هادفة، هناك عمل دؤوب يعني على مدار الساعات في اليوم، يعني ممكن واحد 12-14 ساعة في اليوم، هذا أقل شيء عشان يبرز في الأخير يعني. تفضلت فيه صح، يعني تشوف أول شيء العمل نصوص تقدم إلى لجنة الرقابة، وبعد أن تتم الموافقة من لجنة الرقابة النصوص التي تقدم أو المؤسسة اللي تبي تدخل في الموسم المسرحي تتقدم من مركز شؤون المسرح بهذا النص وموافقة الرقابة، إذا النص هنا يخضع في مركز شؤون المسرح إلى لجنة اسمها لجنة تقييم النصوص والعروض المسرحية من ناحية الإنتاجية، بمعنى أن اللجنة هذه تقرأ النصوص من ناحية فنية، إذا شافت أن هذه النصوص فعلا ترتقي إلى ناحية فنية في مستوى جيد أو جيد جدا أو متميز إذن هني توافق اللجنة وتعطيها موافقة، فهني يقوم المركز يختار الأعمال هذه وعلى ضوئها يبدأ يدفع لهم الدعم المسرحي المعروف ويوصل حوالي 600,000 ريال. طبعا هذه 600,000 ريال من غير الإمكانيات الأخرى اللي يوفرها المركز كمسرح قطر الوطني، مكان للعرض والبروبات، كورشة طبعا بأسعار يعني أشياء بسيطة مثلا تدفع للفنية، ولكن الورشة كلها تحت أمر الفرق هذه، خاصة إذا هم تقيدوا إن كان عندهم العملية التنفيذية صباحا بالإضافة إلى الصوت الإضاءة، وهذه ليس منه وهذه حق والدولة وفرتها ولله الحمد، يعني لدينا الإمكانيات المتميزة نقدمها لشبابنا، إذا المرحلة الثانية هو عطاء الفرق المسرحية. تقدم هذه المسرحيات وتقيم نصا ومشاهدة أثناء العروض من خلال لجنة يعني أعدادهم 7 أشخاص وحقيقة من الشباب المتميزين في الحركة المسرحية والنقدية، ترفع هذه التقارير إلى نهاية الموسم، نهاية الموسم تجتمع اللجنة مرة أخرى وتبدأ تقيم بين النصوص والعناصر اللي خذوها، لأن التقييم يصير من النص مروراً بالتمثيل مرورا بالديكور مرورا بالأزياء بالكلمات بالألحان حتى الناحية الإنتاجية، إذا جميع عناصر العرض المسرحي هي تخضع إلى معايير موجودة عند اللجنة، ومن خلال هذه المعايير اللجنة تقيم هذه العروض وترشح إن كانوا فنانين المخرجين أو الملحنين أو الكلمات. فلله الحمد السنة
في حوالي 44 جائزة ما شاء الله. احنا نقول لهم عليكم العافية، راح يستمتعون فيها، وطبعا هي جوائز عينية وجوائز مالية وفرتها الدولة لفنانينا يستاهلون وراح ايضا يعني نتطرق لها يعني ابو بشرى، لكن اذهب وياك ومشاهدينا الكرام الى فاصل قصير ونعود بعدها لمتابعه الحوار مع الاستاذ صلاح الملا مدير مركز شؤون المسرح في وزاره الثقافه والرياضه. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل، ونتابع الحوار مع الفنان صلاح الملا مدير مركز شؤون المسرح في وزارة الثقافة والرياضة. مرحبا بكم من جديد ببشرة. كنا نتكلم قبل الفاصل عن الجوائز اللي سيتم تقديمها من خلال نقدر نسمي هذا المهرجان أو حصاد ما تم أو كما كان موجود طوال 2018-2019 في العمل المسرحي. كلمنا عن هذه الجوائز ببشرة، أكثر من 40 جائزة سواء عينية أو نقدية. طبعا الجوائز هي سنة، لأن احنا كبار وأطفال، راح تكون 44 جائزة بالإضافة إلى شهادات التقدير والتكريم. وعلى فكرة يعني بس ملاحظة، يعني ليس الموسم المسرحي هو فقط المهرجان أو الفعالية الخاصة بالمسرح. احنا في 2018 بدينا في مهرجان المسرح الجامعي، أسسنا أول مهرجان المسرح الجامعي اللي هو شبابنا على المسرح، وحقيقة يعني له جوائز قيمة وقدمت في السنة الماضية في شهر مارس الماضي، شفنا الإقبال الكبير. إذا والأول مرة حقيقة يعني طلبة الجامعة ينخرطون في مهرجان جامعي يخصص فقط لمنهم في الحرم الجامعي. وانا اذكر كنا صدفناك ايضا من خلال، وكان عندك يعني نظره مبهره لهؤلاء، ان من غير النصوص والاعمال والافكار اللي عندهم يعني صار التركيز ان طلبه الجامعه هم من يخرجون الاعمال، هم بنحاول ان هم يكتبون هذه النصوص. والان ورشه قائمه على فكره من فتره مع طلبه الجامعه في كتابه النصوص، وهناك انتاج جيد، يعني هناك نتاج لطلبة الجامعة بكتابة النصوص المسرحية، وهذا الشيء حقيقة يسعدنا، بالإضافة إلى فعالية عيان المسرح وهو المهرجان المدرسي الذي نستضيف فيه المدارس، وبعد ذلك يعني تصفيات توصل إلى 6 مدارس، وبعد ذلك إلى المراكز الأولى والثانية والثالثة. الشيء المميز في هذا المهرجان، في المهرجان السابق طبعا كنا نعتمد، يمكن لأن الوقت كان قصير فنعتمد على بعض الهدايا الرمزية أو الجوائز أن احنا ناخذها جاهزة أو نصممها بشكل في الخارج، ولكن هذه المرة الحقيقة وهذا الشيء ما يسعدنا وأسعدني أني أنا أجيب الجائزة معاي وشوفون الجائزة مشاهدين الكرام، أنها عبارة عن صحن من الفخار، وصحن الفخار هذا سلمك الله منقوش على الصحن نقوش الجساسية، والجساسية طبعا منطقة ومدينة في دولة قطر، واكتشفت يعني ما يقارب حوالي 900 نقشة أو رسومات، وهي تشبه مثلا بعض الأسماك بعض السفن. أنا حقيقة تاريخيا ما يعني هذه المعلومات اللي موجودة عندي، فقلنا ليش ما تكون الجائزة من هويتنا من شغلنا. لذلك احنا مع الأخوان في مركز الفنون البصرية أخذنا الفكرة هذه وصنعوا الصحن الفخار، وطبعا بعدين تزين بنقوش الجساسية، فقلنا خلاص هذه راح تكون جائزتنا السنة اللي نقدمها لفنانينا المسرحيين، ومن الآن نبارك لهم نقول لهم ألف مبروك. استهلون. والأول مرة تأخذون جائزة صناعة محلية 100% قطرية تحمل تاريخ وهوية قطر. نقول لهم مبارك عليكم، أنا خاطري أخذ الجائزة هذه. وانت استاهل. جزاك الله خير. إن شاء الله نشوف الأعمال المستقبلية. خلينا نتكلم يعني خلال 2019، ذكرت 2018-2019 كان
ثمان مسرحيات 2018 2019 2019 13 مسرحية 17 18 18 19. يعني تقريبا زيادة 70 إلى 80 بالضبط. خلال 2019 هل لامستم من خلالك كمدير لمركز شؤون المسرح في وزارة الثقافة والرياضة ظهور مواهب شابة قطرية عملت بجد وعمل دؤوب في إظهار صورة الممثل القطري على المسرح القطري؟ طبعا من ضمن الوجوه يعني ما نقول مثلا في الأول مرة يعني في مسرحية كاملة السنة قدمت للأطفال وأغلبهم لأول مرة يقفون على خشبة المسرح وهي موجهة للطفل. موجهة للطفل ولكن ممثلين كبار. هناك مسرحية أخرى للأطفال ولكن أغلبهم لأول مرة. هناك مخرج يخرج لأول مرة في مسرح الطفل. إذن في هناك ملحن شاب والأول مرة يلحن في إحدى مسرحيات الأطفال. إذن لما أنت في موسم وعندك مجموعة من الشباب كان على مستوى الإخراج أو على مستوى التمثيل وحتى على مستوى الديكور هناك فتاة قطرية حقيقة يعني صممت ديكور إحدى المسرحيات. إذن هذه عناصر هذا هو ما نتمناه في النهاية. صحيح. إحنا نشوف بغض النظر عن مستوى الأعمال التي قدمت يعني أكيد هناك في أعمال متفاوتة. صحيح. في أعمال جيدة في أعمال مميزة وفي أعمال أقل ولكن نحن الآن في 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 مرحلة تواصل يجب أن نتواصل إلى أن نصل إن شاء الله إلى تميز في نوعية الأعمال وليس هذا فقط. حتى في مسرح فعالية عيالنا على المسرح هناك فتاتين من فتيات قطر التي يعني كانوا في ورش منتمين لورش الكتابة المسرحية وأنتجوا عملين مسرحيين والعملين المسرحيين كانوا من الأعمال المميزة اللي جميل. قدمت في فعالية عيالنا على المسرح. يعني تقييمك مبشرة يعني كنظرة عامة ل 2019 هي إن شاء الله نظرة مبشرة إلى السنوات القادمة بما أن الشباب القطري من شباب وفتيات يعني دخلوا هذا المجال وليس فقط على مستوى التمثيل على مستوى مثلا العمل الفني والديكور والإخراج وحتى التلحين يعني. والله يعني أقولها بكل أمانة يعني أقولها اليوم وأقولها باكر إن كنت أنا موجود في هذه المؤسسة أو خارج هذه المؤسسة. أنا الحمد لله يعني وكل السادة المسؤولين في وزارة الثقافة والرياضة حقيقة سعداء بنتائج الموسم المسرحي أو نتائج مسرح الشباب أو فعالية عيالنا على المسرح وذلك لبروز هذه العناصر. صح إلى الآن هذه العناصر ما أخذت مثلا بروزها الإعلامي بشكل موسع ولكن الواقع يقول لنا هم موجودين. إذا من الآن يعني حاطين حق لنفسنا خطة استراتيجية مدتها 5 سنوات بدأنا في 17 ها في 22 إن شاء الله أنا أعتقد يعني راح يكون راح يكون انعكاسه على المجتمع بشكل كبير. يعني كانت الحالة الفنية بالإضافة إلى ذلك إحنا بدأنا 17 مثلا بعد 6 شهور شهر 6 بدأنا بمسرح الدمى واشتغلنا بشكل تقليدي لأن كنا نأسس ولكن هذه السنة وأقولها بكل ثقة وبكل فخر الآن عندنا في قطر يعني مسرح دمى له مكانته ودليل على ذلك أنه أول ما خلصنا عروضنا في درب الساعي الآن إن شاء الله من يوم الخميس نبدأ عروضنا في معرض الكتاب وأنا حقيقة أتأمل من مشاهدينا الكرام وخاصة الأطفال وعائلات العائلات مع الأطفال أن يحضرون هذه المسرحيات لأن هذه المسرحيات لها قيمة فنية راقية وفيها مضامين مهمة يجب أن تصل وكثير من العائلات حضرت. مع ذلك لحد أمس احنا محصلين دعوتين من برا قطر اسمعوا عن الأعمال هذه. في دكتورة حضرت من دولة الماء ويعني وكانت موجودة في احدى العروض
فراحت وطلبتنا وطلبونا الآن إن إحنا نروح نعرض في هذه الدول. الله يوفقكم إن شاء الله. إن الله يوفق. الله يوفقكم إن شاء الله يعني في ختام هذا الموسم وأيضا مهم موسم 2018-2019. ختام وبداية. ختام وبداية أكيد يعني 2020 إن شاء الله راح تكون بداية مقبلة إن شاء الله. كل الشكر للسيد الأستاذ صلاح الملا مدير مركز شؤون المسرح في وزارة الثقافة والرياضة. الله يعطيكم العافية. موفقين إن شاء الله. اليوم السبت إن شاء الله 11 يناير. راح ان شاء الله نقول الف الف مبروك لجميع المشاركين باذن الله فالهم توفيق في 2020-2021. اتمنى يكونوا ضيوفكم هنا وتتحدثون معاهم ونعرف رده فعل حق واجب الفنانين وشبابنا. ما تقصرون ان شاء الله راح نكون موجودين باذن الله. يوم واجب. الخميس ان شاء الله معرض الكتاب باذن الله ويوم السبت في مسرح الدراما في كتارة حفل ختام الموسم المسرحي بإذن الله. إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله. وبذلك مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من ترحيب. نشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة. في أمان الله.